وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قوي. يأتون بمثل ما ذكرت أن السنة دخل فيها ما ليس منها. الرد عليها هو رد الخليفة، خليفة المسلمين وأمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى، لما أتوا إليه بزنديق من الزنادقة ليضرب عنقه، فقال له يعني هذا الزنديق، قال له: ماذا تفعلون في كذا وكذا وكذا من الأحاديث التي وضعتها؟ قال هذا الرجل الإمام: يعيش لها الجهابذة، يعيش الأئمة الذين سينخلونها نخلا وينقضونها نقدا، يبينون صحيحها من سقيمها. حقيقة السنة دخل فيها ما ليس منها بدون شك، لكن الله عز وجل من أول نشأة الإسلام قيض لهذا الدين من يذب عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى دار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستأذن عليه، فاستأذن أبو موسى ثلاثا فلم يرد عليه عمر، فانطلق أبو موسى رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فخرج عمر لما وجده ولا أمسكه وقال: لماذا انصرفت؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم أخاه فليستأذن عليه ثلاثا، فإن أذن له إلا انصرف، أو كما قال. قال: إيتيني عليها ببينة، وإلا يعني فعلت بك كذا وكذا. فانطلق أبو موسى مذعورا إلى من وجد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهم: من منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ إن عمر يعني سيفعل بي كذا وكذا. فقام أبو سعيد، وكان أصغر القوم، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال: أنا. فذهب إلى عمر وقال: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال عمر: أما إني لا أتهمك، ولكنه الحديث، يعني أنت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتثبت. كذلك سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن ميراث الجدة، فسأل الصحابة فسكتوا، ما عند أحد منهم علما في المسألة. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: أنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس. فقال أبو بكر: إيتي بما يشهد لك. لماذا؟ الصحابة يقبلون أخبار بعضهم البعض، لكن المغيرة كان رجل حرب، يخرج ويأتي ويذهب سرايا جهاد، تحفظ ما لم يحفظه أحد من الصحابة؟ هذا بعيد. من الكبار الملازمين كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد وابن عباس، فهذا بعيد. فقام محمد بن مسلم قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بذلك. فقضى بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كذلك من باب الحيطة والحذر. من هنا بدأت قواعد وضوابط ضبط الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من باب الحيطة والحذر في نقل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم الحمد لله علم الحديث من أول أمر الإسلام ضبط وقعد، وما حقيقة تدخل شاردة أو واردة إلا ويعرف أهل الحديث من قالها ومتى قالها ومن الذي سمعها منه وأين سمعها وأين أداها إلى آخره. فالحمد لله شبهاتهم متهاوية متهالكة لا تقوى في الحقيقة على رد هذا العلم. وديننا هو دين الإسناد، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء، أو كما قال رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. قولهم: لماذا تأخرت كتابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت حجة، لماذا تأخرت إلى مطلع القرن الثاني؟ وفي ذلك دليل يستدلون به، وهو قصة عمر بن عبد العزيز في صحيح البخاري، فإنه أرسل إلى أبي بكر بن حزم وقال له: تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم واكتبه، فإني خفت دروس العلم، دروس يعني اندراس، وانمحاء أي زوال العلم وموت العلماء. فإذا عمر بن عبد العزيز أمر
أبي بكر أو أمر أبا بكر ابن حزم أن يجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في مطلع القرن الثاني. فإذا قالوا بأن السنة تأخرت كتابتها، وهذا يدل على عدم حجيتها أو عدم الاعتناء بها وعدم كونها مرجعا عند القرون الأولى. هذا قولهم، والجواب عليه كما هو ظاهر بأن يفصل في مصطلح الكتابة ويفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف. لا بد أن يعلم أن هناك ثم فرقا بين الكتابة والتدوين، فالكتابة معناها كتب العلم، وأما التدوين فهو حفظ العلم في مدونات. فكتابة العلم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كتابة العلم أي كتابة الحديث كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاذ، فإذا أمر بالكتابة في عهده. وكذلك وردت كتابات كثيرة كما لعبد الله بن عمرو وجابر وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، وقد ذكرهم العظمي في كتابه دراسات في الحديث النبوي. إذن الكتابة كانت موجودة، وهي مجرد كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تدون، يعني لم تجمع ولم تؤلف في مدونات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا تختلط بالقرآن، وحتى يكون في ذلك الحث على الحفظ، حتى لا يتساهل الناس في حفظ الحديث. لو جمع في مدونات قد يتساهل الناس في حفظه وبالتالي يسهل تحريفه، أما القرآن فكما هو معلوم كان مأمورا بحفظه وكان في صدور الصحابة، فلم يكن مدخل أبدا للغلط فيه. فإذا النهي عن الكتابة في أول الأمر إنما كان حثا على الحفظ، وكان كذلك خشية اختلاطه بالقرآن. فإذا الكتابة كانت موجودة، وأما التدوين ففعلا التدوين في أواخر القرن الأول أو مطلع القرن الثاني، وهو تصنيف أو وهو جمع العلم في مدونات محفوظة. وهناك مصطلح ثالث وهو التصنيف، والتصنيف أدق من التدوين، وهو المرحلة الثالثة. التصنيف أي توزيع وتقسيم الأحاديث على الأبواب والفصول، وهذا كان متأخرا، يعني أبواب الصلاة مثلا تجمع فيها أحاديث، الصيام فيها أحاديث، الزكاة، الحج، ثم أبواب المعاملات، هذا يسمى تصنيف. فإذا التصنيف أدق من التدوين، والتدوين أخص من الكتابة، قد يكتب الشيء لكنه لا يدون ولا يجمع في صحف ومدونات.